أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم بأن نتطرق إن شاء الله تعالى إلى مكون الإنشاء والتعبير بالنسبة للشعب العلمية والتقنية بكالوريا أحرار. إن شاء الله في هذا المقطع سأوضح لكم كيف يطرح السؤال يوم الامتحان، كما سنأخذ أمثلة للتطبيق مع منهجيات جاهزة ورائعة لن تتطلب منكم وقتا كثيرا لضبطها. إن شاء الله تعالى ساعة واحدة هذا اليوم ستمكنكم من ضبط منهجيات التعبير والإنشاء لمختلف الدروس. فلنبدأ على بركة الله. بالنسبة للدرس الأول في مكون التعبير والإنشاء، إعداد بطاقة تقنية لشريط سينمائي. يوم الامتحان سيطرح السؤال على هذا النحو: قم بإعداد بطاقة حول شريط سينمائي سبق لك أن شاهدته، مستثمرا في ذلك ما تعرفته في مهارة إعداد بطاقة حول شريط سينمائي. كما أشرنا سابقا، مكون التعبير والإنشاء تكون عليه 6 نقط. دائما هذا هو السؤال التي تطرح في الإنشاء إذا كان الأمر يتعلق ببطاقة تقنية لشريط سينمائي. بالنسبة للتنقيط، 4 نقاط على إنجاز البطاقة التقنية للفيلم، ونقطتان على خلو الموضوع من الأخطاء اللغوية. الآن لنمر إلى التطبيق. كما يعني ذكرت لكم سابقا، لا بد لكل مترشح أن يضبط يعني المعلومات تتعلق بفيلم من الأفلام. أي فيلم جمع أكبر قدر من المعلومات حوله. بالنسبة للمنهجية، المقدمة ستقوم بالتعريف بالشريط من خلال عنوانه، منتجه، مكان إنتاجه، وأسماء الممثلين وأدوارهم، والمدة التي استغرقها الشريط، وغيرها من المعلومات الأولية. في العرض ستتحدث عن الشريط، يعني عن الموضوع والفكرة الرئيسية، وتلخص أحداثه، ثم تعطي رأيك الشخصي حول أداء الممثلين وما أثار إعجابك فيه. تحدث أيضا عن توظيف المناظر والديكور، وعن الموسيقى التصويرية وطبيعة الإضاءة الموظفة، والرسالة التي حاول الشريط إيصالها للمشاهد. أما بالنسبة للخاتمة، ستتطرق فيها عن ماذا أعجبك في هذا الشريط السينمائي. يعني الأمور بسيطة، ما عليك إلا التأمل معها بسلاسة ويكون خير إن شاء الله تعالى. نمر إلى الموضوع الثاني. بالنسبة لتقنية التفاوض، السؤال سيطرح على هذا النحو يوم الامتحان. مثلا، تصور أن مستثمرا أراد الاستثمار في مشروع ثقافي ببلدتك، لكن أهل البلدة انقسموا إلى فريقين: فريق يحبذ الفكرة، يعني يقبل الفكرة، وفريق يرفضها ويفضل بناء معمل لتشغيل العاطلين عوض المشروع الثقافي، يريدون معمل. فانتدبت لتمثل صاحب المشروع، أنت ستمثل عن صاحب المشروع الثقافي ولتدافع عنه وتتفاوض مع الرافضين، ستذهب لكي تفاوض هؤلاء الذين يفضلون بناء معمل لتشغيل العاطلين. اكتب موضوعا تحاول فيه إقناع الطرف الآخر بمضمون وأهداف المشروع، مبرزا لهم دور أهمية المعرفة في تقدم الأمم، موظفا في ذلك خطوات ما تعرفته في مهارة التفاوض. تنقيط كالتالي: احترام خطوات المهارة، 4 نقاط، خلو الموضوع من الأخطاء اللغوية، نقطتان. إذن كما تلاحظون معي، دائما الأخطاء اللغوية على 2 نقاط، يعني حاولوا ألا ترتكبوا أخطاء لغوية لكي لا تضيع منكم نقطتان على لا شيء. بالنسبة للمنهجية، في المقدمة ستقوم بتعريف الموضوع، ثم تطرح الأسئلة التي ستجيب عليها في الموضوع. مثلا، نأخذ هذا الموضوع على سبيل المثال: كلفتني شركتي بالتفاوض مع أحد التجار، هذا هو الموضوع، هذا ما ستذكره في المقدمة إن كان الموضوع على هذا النحو. كلفتني شركتي بالتفاوض مع أحد التجار في المنطقة بشراء سلعة ما بثمن مناسب. المهمة لن تكون سهلة في إقناع هذا التاجر، ولذلك استعددت جيدا لهذا الموعد. دائما في التفاوض واللقاء دير هذه العبارة: قمت بالاستعداد بشكل جيد لهذا التفاوض أو لهذا اللقاء، فكيف سأتمكن من إقناعه بتفاوض هذا؟ وما التقنيات التي سأستعملها لإقناعه؟ لا تنسى هذا السؤال دائما في التفاوض والمقابلة، لا تنسى ذكر كلمة التقنيات، لأن هذا ما ستتطرق إليه في العرض. بالنسبة للعرض، على سبيل المثال، في البداية وقبل لقائي مع الطرف
الآخر، يعني الطرف الذي ستفاوضه، مثلا بالنسبة للسؤال الإنشاء هم الأهالي الذين يرفضون المشروع الثقافي، وبالنسبة لهذا الموضوع هو صاحب السلع البائع أحد التجار. وقبل لقائي مع الطرف الآخر كنت قد حددت الأهداف مسبقا من تفاوضنا هذا، والذي كان الحصول على، تكتب الهدف من التفاوض، مثلا الحصول على السلع بثمن منخفض، مثلا إقناع الأهالي الذين يرفضون المشروع الثقافي بأهميته وغيرها حسب الموضوع. بالإضافة لذلك فقد حددت الموضوع جيدا قبل لقائي به حتى لا يفاجئني بتفاصيل معينة أجهلها، وبذلك لم أترك أي شيء للصدفة. علاوة على هذا فقد كنت على أهبة الاستعداد النفسي والذهني، فالأمر يتعلق بحدث هام يجب أن يكون استعدادي له بذات الأهمية. هذا الشيء صالح أن تكتبه في أي موضوع. يوم اللقاء استيقظت باكرا وحضرت في الموعد المحدد. سيصل الطرف الآخر بدوره بعد بضع ثوان. بعد التحية جلسنا وفتحنا الموضوع على الفور. طرحت أسئلتي، هنا أذكر الأسئلة التي ستطرح حسب الموضوع. في البداية رفض الطرف الآخر تليين موقفه وظل متشبتا برأيه. مثلا أنت تريد شراء سلعة ما بثمن منخفض، هو لم يريد أن يخفض الثمن، لكنني استطعت تليين موقفه عندما أخبرته ستخبره هنا ببضع الأمور لكي يتنازل لك. مثلا ستقول له هذه السلعة موجودة في أماكن متعددة وبأسعار منخفضة، وسلعتك لا تصل لدرجة جودة السلعة الأخرى وغيرها من الأمور حتى تقنعه لكي يخفض الثمن. وبهذا تم الاتفاق بيننا وحددنا موعد تسليم السلع. بالنسبة للموضوع السابق ستحدث الأهالي عن أهمية الموضوع الثقافي وبأنه سيثقف الناس، وإن أصبح الناس مثقفون هذا سيجعلهم يعني يحققون مشاريع أخرى في المستقبل وغيرها من الأمور. الخاتمة، كنت سعيدا بنجاحي في مهمتي هذه والتي لم أكن لأنجح فيها لولا تطبيقي لتقنيات التفاوض التي أفادتني كثيرا. الإنشاء الثالث، تقنية إجراء مقابلة. المقابلة تقريبا تتشابه مع التفاوض، تقريبا نفس الأمر. سؤالي يوم الامتحان سيكون على هذا الشكل: تصور أنك استدعيت لإجراء مقابلة قصد اختيارك لتكون ممثلا لإحدى شركات المواد الغذائية في أحد فروعها في مدينة من المدن المغربية. اكتب موضوعا تركز فيه على ما يأتي: الإجراءات التي قمت بها أثناء المقابلة، المهارات التي ستوظفها لجلب الزبناء وجعلهم يقتنعون بمنتوج الشركة. الإجراءات التي قام بها المترشح للمقابلة نقطة، المهارات 3 نقاط، خلو الموضوع من الأخطاء اللغوية نقطة واحدة. فالمقابلة والتفاوض تقريبا متشابهين. مثلا المقابلة يعني فيها تقنيات والتفاوض تقنيات، إما المنهج يتبقى نفسه. الدرس الرابع والأخير، تقنية إنجاز خطة عمل. السؤال سيكون على هذا النحو: بعد الانتهاء من مسيرتك الدراسية وتخرجك في كلية الطب، فكرت في إنجاز مشروع مختبر علمي للتحليل الطبية، ضع خطة عمل لإنجاز هذا المشروع. خطة العمل التي ستضعها نقطتان، المهارات التي وظفتها 3 نقاط، الأخطاء اللغوية نقطة واحدة. بالنسبة للمنهج، في المقدمة ستعرف دائما بالموضوع المطلوب منك وتفاعلاتي وكيف قمت بإعدادها. في العرض ستقوم بتعريف الخطة التي اعتمدت عليها. مثلا إذا كانت الخطة لتأسيس شركة ستقول: كانت مهمتي عبارة عن خطة لإنجاز شركة تقوم باستيراد المنتوجات الإلكترونية وتقدم خدمات في المجال الإلكتروني. ثم تحدد الهدف والغاية من خطتك. مثلا كانت الغاية من خطتي هو وضع برنامج محتل للخطوات التي سأتبع لنجاح عملي. ستتحدث عن الموارد البشرية والمادية التي ستحتاجها في مشروعك، وستتحدث أيضا عن خطة العمل ومراحله. بدأنا في التفكير في مكان مناسب لإنجاز المشروع، ثم بحثنا عن الشركات التي قد نتعاقد معها وغيرها من المعلومات. في الخاتمة ستقوم بتقويم خطة العمل، يعني هل كانت خطة إيجابية، هل حققت لك الأهداف، وهل حققت النتائج المرجوة منها يعني من الخطة. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع. أتمنى إن شاء الله تعالى أن يفيدكم هذا المقطع كثيرا، وإن كان قد جاء في وقت متأخر، ولكن فوق ما جا الخير كينفع. وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.